في يوم من الأيام كان محاضر يلقي محاضرة عن التحكم بضغوط وأعباء الحياة لطلابه، فرفع كأسه من الماء وسأل الحضور: ما هو في اعتقادكم وزن هذا الكأس من الماء؟ فتراوحت الإجابات بين 50 جرام، البعض قال 250 جرام، والبعض قال 500 جرام. فأجاب المحاضر: لا يهم الوزن المطلق لهذا الكأس، فالوزن هنا يعتمد على المدة اللي أظل ممسك فيها هذا الكأس، فلو رفعت لمدة دقيقة ما يحدث شيء، ولو حملت لمدة ساعة بس أشعر بألم في يدي، ولكن لو حملت لمدة يوم كامل فهنا حتضطرون لاستدعاء سيارة إسعاف. الكأس له نفس الوزن تماما، ما تغير وزنه، ولكن كلما طالت مدة حملي للكأس كلما زاد وزنه. الحكمة والعبرة من القصة: علينا أن نتعلم كيف نتعامل مع ضغوط الحياة وأعبائها. يجب علينا أن نتذكر أن حمل الأعباء بشكل مستمر ودون توقف سيؤدي إلى استنزافنا وانهيار قوتنا. لذلك من الضروري أن نتخذ فترات استراحة ونفكر في أنفسنا ونرتاح قبل أن نواجه التحديات مرة ثانية. عندما نترك الأعباء لفترة وجيزة نتمكن من إعادة شحن طاقتنا والعودة بحماس ونشاط من جديد للتعامل معها. فلما ترجع من عملك أو وظيفتك، رجاء ضع أعباء ومشاكل العمل ولا تأخذها معاك للبيت، لأنها حتكون بانتظارك غدا وتستطيع حملها. وبالعكس، لا تحمل مشاكل البيت معك إلى العمل أو الوظيفة، فممكن تسبب لك مشاكل في العمل، بل اتركها في البيت واسترح قليلا واستمتع بعملك ووظيفتك. اعتني بنفسك واجعل الاستراحة والاسترخاء جزءا لا يتجزأ من حياتك. فعندما تشعر بالضغط والأعباء تتراكم، لا تنسى أن تضع الكأس وترتاح قليلا. امنح نفسك الوقت لإعادة النشاط وتجديد العزيمة. استمتع بلحظات الراحة والاستماع لنفسك، ثم عاود حمل الأعباء بنشاط وتفاؤل. أنت أقوى بكثير مما تتصور، وبالاستراحة الصحيحة المنتظمة ستكون قادر على التغلب على أي تحدي واجهك في الحياة. من المهم الاهتمام بأنفسنا والعناية بصحتنا الجسدية والعقلية. لذا نصيحتي: اترك الأعباء الزائدة واستمتع بالحياة، وابحث عن التوازن والسعادة في كل يوم.